يوه تقبريني شو قلتي اسمها؟ اسمها عواض. في بنت اسمها عواض؟ ايه بنت اختي اسمها عواض. ومن خلقتي انت لجوا؟ يو شلون بسموه عوض لك اختي؟ هذا ابوها لما كانت امها حبله فيها اجا هاتف بالمنام انه المولود اسمه عوض. تفاءل خير لانه اختي جابت له لوقتها 5 بنات. هو كان مشتهي الصبي، قال خلص اجا الصبي عوض، بس سبحان الله كله بعلمه وارادته ما راد يرزقهم صبي. بظت اختي جابت هالبنت سموها عوض. جبتيها الزور عندك؟ ايه حلفت عليها جيبها ولدها عندي لانه اهل جوزها بالخليج، اذا ضبطت اموره بيبعت وراها بياخذها على ام القيويني. الله وين راحه؟ وين راحه اختي محمد؟ فايت على المطبخ لشوف شو مساويين بغيابي. الله يهز بدنك يا فرحان يا ابن تعي. شوف شو اسمه ابو بري. بري بري لا تفتحي انا بفتح. لا بس يكون رايا تمام بس يوقعوا. اهلين فرحان. اهلين وسهلين. الحمد لله على السلامة مرت عمي. الله يسلمك الهي ويحفظك. فوت فرحان تفضل حبيبي فوت. اهلين وسهلين تفضل فوت فرحان. شلون انبسطتوا؟ انبسطنا لك.